أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. النهاردة هنعمل لكم البسبوسة العادية الطرية. عندنا المقادير بتاعتها نص كوباية من السميد، والسميد ده سميد ناعم. عندنا هنا معلقة صغيرة من الفانيليا، عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع كوباية من جوز الهند. وجوز الهند اختياري، ممكن تشيليه وممكن تحطيه. عندنا هنا نص ربع كوباية من اللبن، متدوب عليها ربع كوباية من شربات الحلويات اللي احنا عملناه في طريقة قبل كده، عليهم معلقتين سمنة. هنقلبهم بس كده عشان يدوبوا شوية مع بعض بالشكل ده. هنجيب طبق كبير نحط فيه السميد، عليه جوز الهند بالبيكنج باودر بالفانيليا اللي احنا عاملينهم، ونقلب كده بالشكل ده. وهنحط الخليط اللي احنا عاملينه بتاع اللبن والسمنة والشربات اللي احنا عملناه. هنعجن الاول بالراحة كده ونشوف، لو محتاج تاني نحط، لو مش محتاج تاني خلاص مش هنحط. طبعا المقادير دي تقدري تضعفيها، بس انا هنا عامله لك كمية صغيرة عشان اوريكي بس الطريقة بالشكل ده كده. هي كده مش محتاجة تاني خلاص، كده السوائل بتاعتها كفاية. وعلى فكرة احنا مش حاطين زبادي، لو انتي تلاحظي مش حاطة زبادي، لان مش هتفرق، لان دي طرية. هنجيب صينية من دي، الصواني دي عملية وانا بحب استخدمها قوي، لان هي يعني موفرة وما بتوسخ لك الصواني، مش بتضطري ان انتي تغسلي وتعملي. هنحط فيها الخليط، ودي ما بتلزقش، يعني احنا مش محتاجين ان احنا ندهنها حاجة. نحط الخليط كده. طبعا انا عاملة الكمية دي على قد واحدة من الاطباق دي بالشكل ده. شايفين البيكنج باودر بيتفاعل ازاي فيها؟ هنحطها شوية كده على جنب، نركنها لحد ما تهدى، لحد ما تتشرب كل السوائل اللي احنا حطيناها دي، وبعدين ندخلها الفرن. ولما تطلع هنزقها بالشربات واوريكي ايه عامله ازاي. البسبوسه الطريه اهي لما طلعت من الفرن، بصوا بحط ايدي، بصوا الطراوه بتاعتها، يعني بصوا صباعي بيسيب فيها علامه من كتر ما هي طريه. وزي ما قلت لكم هي سخنه، والشربات اللي احنا كنا عاملينه قبل كده برضو يكون سخن، ونحطه كده عليها بالشكل ده. الكميه اللي انت طبعا حباها حسب الرغبه، تحبي الحاجه حلوه ولا لا. هي طبعا هتشرب فول ده دلوقتي، انا مش هحط زياده بقى عن كده عشان تبقى العسل بتاعها مظبوط. هنسيبها تشرب العسل ده كده وتتقدم، وبالف هنا وشفا. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.